يقول: ما هو الأفضل لأهل مكة في رمضان، الإتيان بعمرة أم الإكثار من الدعاء والصلاة؟ الذي في مكة سواء كان من أهلها أو من القادمين عليها، الذي في مكة الأفضل أن يتعبد في المسجد الحرام بالاعتكاف وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وصلوات النوافل والفرائض، يصلي مع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فجلوسك في المسجد الحرام تعتكف وتصلي الفرائض مع الإمام مع جماعة المسلمين، وتصلي النوافل ما تيسر لك، وتطوف بالبيت ما تيسر لك، هذا أفضل من أنك تخرج وتأتي بعمرة. مع أن الخروج من مكة للإتيان بعمرة هذا محل نظر عند العلماء، يقولون الأولى أنه يبقى في مكة ولا يخرج من أجل العمرة. نعم.